محللة الأسواق المالية لينا قدنوع في مجموعة إيكوتي دبي. أهلا بك لينا معنا. بالنسبة لأول سؤال سأسألك هو ما انكماش قطاع التصنيع الصيني؟ هل هذه البيانات تدل على ضعف في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم؟ وأيضا كيف سيكون تأثيرها على أسعار الخام؟ تفضلي. نعم، بما أهلا بك بداية، بما أن الصين هي من ثاني أكبر الدول المستهلكة في العالم، وتعتبر طبعا البيانات الصادرة من الصين تعتبر بيانات هامة والتي أظهرت يعني ضعف فعلا في الاقتصاد بالنسبة لمؤشر قطاع الصناعات PMI الصناعات التحويلية، فهذا يعني ربما يعني يعطي إشارة أن هناك تباطؤ أو ضعف من تلك البيانات التي نشهدها في الاقتصاد الصيني، وإضافة إلى ضعف الطلب على الصين، وبالتالي هذا الانخفاض الذي حصل من تلك البيانات ربما يؤثر على أسعار النفط. كما ذكرت أنه الصين هي تعتبر من ثاني أكبر الدول المستهلكة للنفط، وأي بيانات توحي بعدم تعافي أو تباطؤ في الاقتصاد فهذا يؤثر على الطلب العالمي على النفط. أليس من المفترض أن ترتفع أسعار النفط بعد أن ضرب إعصار إيدا خليج المكسيك وتسبب بتعطل أغلب الإنتاج النفطي في المنطقة؟ أليس من المفترض بذلك أن ترتفع الأسعار؟ لماذا نشاهد أنها انخفضت؟ بالنسبة لأسعار النفط بعد إعصار آيدا الذي عصف بخليج المكسيك، وبالتالي أوقف تقريبا 95% من النشاط النفطي، نتحدث عن 1.73 مليون برميل يوميا، أدى إلى ارتفاعات أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10% للخام الأمريكي الخفيف و11% بالنسبة للخام برنت، فالارتفاعات التي شاهدناها خلال الأسبوع الماضي تعتبر بسبب حافز مؤقت أو نتيجة هذا الإعصار الذي تسبب بهذه الارتفاعات، لكن مع احتمال عودة الإنتاج المفترض أن تعود الإنتاج النفطي خلال 3 و4 أسابيع، لكن العودة بالتالي يعني الإنتاج النفطي سيكون يعني إذا ما قورن بإنتاج المصافي الذي يشكل 12-13%، سيكون عودته بشكل أكبر، فبالتالي نتيجة القطاع الكهرباء الفيضانات الحاصلة التي ضربت الأعاصير في خليج المكسيك سوف تؤثر على الطلب، لأن هناك شركات ربما ستخفض إنتاجها من النفط، فبالتالي هذا تخفض عفوا إنتاجها من النفط، فبالتالي عندما تخفض إنتاجها في النفط سوف يعني يؤدي إلى أن تتأثر الأسعار، فانخفاض النفط نتيجة هذا العامل، وشهدنا أعاصير سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية عصفت بأسواق النفط وتسببت بخسائر، ومنها أحد الأعاصير التي يعني أدت إلى تقريبا إلى ارتفاع بداية الأعصار أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاعات ومستويات قياسية، لكن عادت بعد فترة إلى الانخفاض، فبالتالي يعني ربما يعني نشاهد في الفترة القادمة في المدى المتوسط والطويل انخفاضات لأسعار النفط، لكن على المدى القصير ربما يعني هناك سيكون بعض الارتفاعات التي ربما نشاهدها. لا ننسى فيروس متحور دلتا وارتفاع عدد
يعني هناك عدد من الإصابات، لكن لن يحصل إغلاقات اقتصادية جزئية أو شاملة التي حصلت في عام 2020 أو في الربع الأول من عام 2021 من عدة دول أوروبية. حالة من التذبذب ربما سوف نشهدها على أسعار النفط، وخاصة نحن نترقب اجتماع أوبيك بلس إلى ما سيقول عليه، والتوقعات تشير إلى إبقاء سياسة الإنتاج على 400 ألف برميل يوميا كما هي، برفع الإنتاج الذي تم تدريجيا. فبالتالي الارتفاعات بشكل عام في إنتاج أسعار النفط ب 400 ألف برميل يوميا يعني هي تسبب ضغط على أسعار النفط، لكن من جهة أخرى نحن نعلم أنه نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ونتيجة الفيضانات فهذا سيؤثر على الطلب على النفط، وإضافة إلى الدول المستهلكة للنفط مثل الصين نتيجة المتحور دلتا من فيروس كورونا. فأعتقد أن هذا ربما هذا الرقم الذي تريد رفعه أوبك بلس ب 400 ألف برميل يوميا يساعد يعني على التوازن بين العرض والطلب في ظل الظروف الراهنة الحالية. جيد، طيب ما سبب ترقب الجميع لتقرير بيانات سوق العمل الأمريكي الرئيسي الذي سيصدر في نهاية الأسبوع الحالي؟ طبعا بيانات الوظائف الأمريكية نحن نترقبها كل شهر لأن تعطينا صورة أوضح عن الاقتصاد العالمي، الاقتصاد الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نعلم أن جيروم باول يهتم بمستوى التوظيف الكامل، وعلى مدى هذه البيانات هي بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية يستطيع الفدرالي الأمريكي أن يقرر إذا كان سيكون هناك تقليص لبرنامج شراء الأصول أم لا. فهو يستهدف مستويات التوظيف بشكل كامل، وكرر مرارا وأن البطالة ما زالت نحن نشاهدها يعني بأكثر من 5% مقارنة بقبل مستويات الجائحة. نحن نتحدث تقريبا كانت بأربعة في المئة، فهناك ارتفاع في مستويات البطالة يستهدف مستويات التوظيف، ونحن نعلم أن مستويات التوظيف لم تصل إلى المستويات المستهدفة. ما زلنا 6.7 مليون وظيفة يفقدها المواطنون الأمريكيون. فبالتالي نترقب هذه البيانات بشكل هام، لأنها ستعطينا إشارات بالفعل ودلائل هامة عن وضع الاقتصاد العالمي وعن قرارات الفدرالي الأمريكي إذا كان كيف ستكون سياسته النقدية فيما بعد. ولتلك البيانات أهمية لأنها لها تأثير مباشر على الأسواق المالية العالمية، على يعني بشكل عام على الأسواق المالية العالمية وعلى السلع وغيرها من الأدوات المالية الأخرى. فهذه بيانات مهمة. طيب، نتائج مؤثر ثقة المستهلك الأمريكي جاءت سلبية، سجلت 113.8، وكان المتوقع أن يسجل المؤشر 124 نقطة. هذه النتيجة ألا تعتبر انخفاضا حادا وذلك يزيد الضغوطات على الدولار الأمريكي؟ نعم، مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي فعلا هي عند أدنى مستوياتها كما ذكرت في 6 أشهر، وقراءة سلبية. طبعا أي قراءة التي نترقبها الهامة عن إعانات البطالة بيانات القطاع الخاص أيضا التي تعطينا صورة أوضح عن تحركات الدولار الأمريكي وأيضا تحركات الذهب الآن، ربما دقائق ربما سوف تظهر هذه البيانات. فمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي كما ذكرت وذكرتي من أهم البيانات التي لها تأثير، لكن ليس بالقوة التي نراقبها من حيث بيانات القطاع الخاص التي سوف تصدر اليوم، وأيضا الISM قطاع المؤشر ISM لقطاع الصناعات أيضا
معهد التزويد الصناعي، فهي تعتبر من أهم أيضا البيانات التي سوف تصدر اليوم، فهي تعطينا صورة أوضح عن التضخم، لأن نحن نراقب التضخم بشكل مكثف، وخاصة يعني عدة مرات ذكر جيروم باول أن التضخم سيكون عابر ومؤقت وأن التضخم سوف ينخفض، فهو يراقب مستويات التوظيف التي سوف تكون يوم الجمعة. طبعا من الدلائل الهامة التي نراقبها فعلا هو مؤشر ثقة المستهلك، وله تأثير بالفعل على الدولار الأمريكي. طيب، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول استبعد أي احتمالية لرفع سعر الذهب أو الفائدة في وقت قريب، هل تعزين ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب؟ بالنسبة يعني بالنسبة لإبقاء أسعار الفائدة متدنية، يعني كما ذكرنا أنه هدف الفدرالي الأمريكي ومستويات التوظيف الكاملة، وأن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى المزيد من التحفيز. لاحظ جميع الدول في العالم يعني مع سياسة التحفيز، سواء من أن الصين قامت بضخ الكثير من ضخ السيولة، وأيضا اليابان ما زالت يعني مع سياستها التحفيزية وأسعار الفائدة السالبة. الآن هو لا يريد أن يتسرع في أي قيام لرفع أسعار الفائدة في الفترة القريبة، وأتوقع إذا تم أي رفع لأسعار الفائدة سيكون على أقل تقدير في الربع الثاني من عام 2022، لأن الاقتصاد الأمريكي لم يتم التأكد من التعافي الكامل، التعافي الاقتصادي. نحن ننتظر، يجب مراقبة البيانات الاقتصادية الأمريكية. نحن نعلم أن بيانات الوظائف الأمريكية التي ظهرت خلال الأشهر السابقة يعني كانت حققت يعني قرابة المليون في آخر قراءة تقريبا، فبالتالي هذه يعني هذه تعتبر من الإشارات الهامة. وأيضا لا ننسى أن فيروس متحور دلتا، في هناك نحن نعلم أن هناك في عدد وفي ما زال في عدد الإصابات من فيروس متحور دلتا، وهناك مخاوف من فيروس متحور دلتا. لكن بالرغم من هذه المخاوف، لكن في الشق الثاني لا أتوقع يعني أن يكون في أي إغلاقات اقتصادية قادمة، لكن الفدرالي الأمريكي يضع بعين الاعتبار هذه الأمور أمامه، فلا نتوقع رفع أسعار الفائدة، وبالتالي أسعار الذهب طبعا نحن نعلم أنها تستفيد من إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة، وأن هناك في استمرارية في سياسة التحفيز، بما أن هناك سياسة تحفيز أسعار فائدة متدنية لم يتم إلى الآن تحديد موعد لتقليص برنامج شراء الأصول أيضا، والتضخم ما زلنا في آخر قراءة نشاهد فيه ارتفاعات في مستويات التضخم مؤشر أسعار المستهلكين، نتحدث عن 5.4%. إذا نظرنا إلى المؤشر أسعار المستهلكين البي سي إي الذي يفضله الفدرالي الأمريكي أيضا بارتفاعات ب 3.9%، بالرغم من أن جيروم باول ذكر عدة مرات أن التضخم سوف ينخفض، لكن الارتفاعات في التضخم لأننا نعتبر الذهب يعتبر أداة تحوط من أداة تحوط من ارتفاع التضخم، فكلما كان هناك سياسة تحفيزية إبقاء سياسة الفدرالي الأمريكي كما هي سيكون بالتالي يعني داعم بالفعل لأسعار الذهب، فبالتالي لا يريد أن يخاطر جيروم باول وأن يعرقل بمسيرة الاقتصاد أو مسيرة التعافي الاقتصادي الأمريكي. فإذا يعني إذا توسعنا قليلا، إذا أردت أن أتحدث قليلا عن الذهب، يعني في هناك في علاقة بين أيضا حركة بين تعتبر حلقة بين الذهب ودوران السيولة في الاقتصاد، يعني هي علاقة تعتبر يعني طردية، فبالتالي هذه العلاقة يعني أيضا إذا نظرنا إلى
الاستهلاك من الذهب. الهند مثلا طلب على الاستهلاك، ليس كما الصين عادة، بس مجلس الذهب العالمي يقول انه عم بيقول في طلب من الصين على المجوهرات الذهبية خلال النصف الاول، يعني ارتفع الى اكثر من الضعف، يعني عوض النقص من الطلب الاستهلاكي على الهند. فهذه يعني الاسباب ايضا يعني تعتبر داعمة ايضا لارتفاع اسعار الذهب. لكن اريد ان اذكر انه يجب النظر الان يوم غد الجمعه، او عفوا يوم الجمعه بعد يومين سوف تصدر البيانات الوظائف الامريكيه، طبعا سوف تكون مؤثره على حركه الدولار الامريكي، سوف تكون مؤثره على حركه اسعار الذهب، في اذا كانت طبعا جاءت افضل من التوقعات بشكل كبير فسيكون لها تاثير على إيجابي على الدولار الأمريكي، وبالتالي سوف تسبب ضغوط على أسعار الذهب، والعكس صحيح. وأيضا سوف نترقب اليوم كما ذكرنا أنه بيانات القطاع الخاص التي سوف تعطينا يعني ربما صورة أوضح عن تحركات الذهب أيضا الدولار الأمريكي، وأيضا الذهب والدولار الأمريكي، وتعطينا صورة أوضح على ما سيقول عليه البيانات الاقتصادية يوم الجمعة. طبعا هلا ربما ظهرت بعض البيانات السلبية كما ذكرنا، عن ربما يعني انخفضت أسعار الذهب الآن، فظهرت ربما يعني نوعا ما يظهر أن هناك بعض السلبية أثرت على أسعار الذهب في التعاملات اليوم أو في هذه اللحظات نتيجة بعض الأخبار عن تقرير بيانات القطاع الخاص. طيب بالحديث عن البيانات الاقتصادية دينا، ما هي البيانات الاقتصادية التي نستطيع من خلالها تمييز وضع الاقتصاد الأمريكي حاليا؟ عفوا، ما هي البيانات الاقتصادية التي نستطيع من خلالها تمييز الاقتصاد الأمريكي؟ يعني ما هي البيانات التي ممكن أن نتابعها يعني وتؤثر على الاقتصاد العالمي؟ نعم، بالنسبة للمؤشر كما ذكرنا الـ ISM، وأيضا بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية، بيانات الصناعات التحويلية سواء وقطاع الخدمات، كلها هذه مؤشرات تؤثر بشكل عام على الاقتصاد، مؤشر مديرية المشتريات، كلها من البيانات التي تؤثر على شكل يعني على شكل التعافي الاقتصادي. إذا كانت هذه البيانات بالفعل ظهرت بإيجابية وفي تحسن، فهذا تعكس تلك البيانات الإيجابية طبعا على الاقتصاد العالمي، أو توضح وضع الاقتصاد بصورة أدق. طيب أين يتجه الاقتصاد خلال الفترة المقبلة؟ طبعا يعني في الأغلب أنه في ربما سيحصل تباطؤ نوعا ما في الاقتصاد، طبعا السبب هو فيروس متحور دلتا له التأثير الأكبر على الاقتصاد، وخاصة أنه البيانات اللي عم تصدر ليست بالبيانات القوية، سواء نظرنا إلى قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات، يعني مدام هناك تباطؤ في النمو فبالتالي هذا يعني سوف طبعا يؤثر على الاقتصاد العالمي. نحن نعلم توقعات صندوق النقد الدولي يعني بالنسبة للاقتصاد العالمي تتوقعه بنسبة 7%، فبالتالي يعني التوقعات يعني ربما يعني لن يكون يعني حصول أي انكماش طبعا في الاقتصاد العالمي أو في الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية كما حصل في عام 2020، لأن كما ذكرنا الإغلاقات الاقتصادية سواء الجزئية والكاملة تسببت بالفعل باقتصاد أو بانهيار اقتصادي، بانكماش اقتصادي كبير في العديد
العديد من الدول العظمى، وأيضا يعني وعدد من الدول يعني دول العالم تسببت هذه الاقتصاديات بانهيارات اقتصادية. لكن لا نتوقع مع فيروس متحور ديلتا، لأن نحن عم نحكي حملات التطعيم ما زالت هذه تساعد طبعا حملات التطعيم بأن يكون هناك يعني لن تتسبب بأي إغلاقات سواء كاملة أو جزئية كالتي حصلت في عام 2020. ربما هناك صباطه، ولكن ليس لا أتوقع أن يحصل انكماش. طيب، بالنسبة للاقتصاد الأمريكي حقق نموا بلغت نسبته 6.6% خلال الربع الثاني من هذه السنة طبعا، وذلك سابقا كان وصل إلى نسبة نمو بلغت 6.3% بالربع الأول. كيف تقرأين هذه المعطيات؟ طبعا الاقتصاد الامريكي وقت يحقق نمو بافضل من التوقعات بافضل من الربع الاول ب 6.3%، فهي يعني تعتبر ايجابيه، وهذه يعني ربما يعني هي تعطي كمان ايضا يعني من المؤثرات على الدولار الامريكي، مؤثرات على التعافي الاقتصادي. لكن رغم مثلا هناك نمو، لكن هلا مع البيانات عم تصدر ليست بالقوه التي كنا نتوقعها، فبالتالي كما ذكرنا انه ربما يكون هناك بعض التباطؤ في اقتصاد النمو في الولايات المتحده الامريكيه، فلهذا السبب نتوقع انه يعني ربما نشهد بعض التباطؤ. كما ذكرنا لن يحصل انكماش، فهذه القراءة تعتبر ايضا ايجابية. يعني لا ننسى انه يعني في الولايات المتحدة الامريكية من اكثر الدول التي فيها حملات تطعيم، طبعا لا تقارن ببريطانيا، بلس انه عم نشوف سياسات التحفيز وضخ السيولة بشكل كبير، تريليونات من الدولار تم ضخها. ايضا سياسه الفدرالي الامريكي بتقليص برنامج شراء الاصول واسعار الفائده المتدنيه، كلها عوامل هي بتساعد يعني نوعا ما على التعافي الاقتصادي العالمي. لهذا السبب لا تريد الولايات المتحده الامريكيه ان تستعجل باي قرار من حيث رفع اسعار الفائدة في الوقت القريب حتى لا يتم عرقلة الاقتصاد الأمريكي. طيب، لننتقل الآن إلى أسواق الأسهم. هنا يشعر المتابعون لأسواق الأسهم بالحيرة، من جهة تظهر بيانات اقتصادية تؤكد تأثر الدول الآسيوية والاقتصاد العالمي بمتحور كورونا، بالوقت نفسه ترتفع العديد من الأسواق، حتى أن الأسهم الأمريكية لامست مستويات قياسية هذا الأسبوع. كيف تفسرين ذلك؟ طبعا بالنسبة طبعا أنت ذكرتي أسواق الأسهم، طبعا البيانات الاقتصادية والتي يعني تؤثر كما ذكرنا على وتيرة التعافي، وخاصة نحن نشوف من الصين واليابان وأيضا الهند وغيرها من الدول الأخرى هناك انتشار لفيروس متحور ديلتا، وشهدنا بعض البيانات التي ليست قوية في الصين، فهذا ربما نحن التوجه نحو أخذ شهية المخاطرة. لماذا؟ لأني نحو أسواق الأسهم بالرغم من هذه البيانات، لأن هناك التضخم كما ذكرنا مرتفع، سياسة البنوك التحفيزية ما زالت مستمرة، فهذا يعني شهية أخذ المخاطر سوف ترتفع، وأسعار أسواق الأسهم هي تتناسب يعني اقتصاديا عكسيا مع أسعار الفائدة، فعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة والتضخم مرتفع فهناك يكون شهية لأخذ المخاطر، وخاصة مثلا أسهم التكنولوجيا شهدناها في جائحة عام 2020 كيف ارتفعت واستمرت بالارتفاع، لأن تحب بيئة أسعار فائدة منخفضة، فأسواق الأسهم ما دام هناك سياسة للتحفيز هناك أسعار فائدة منخفضة فستبقى تحقق ارتفاعات، وربما وصول إلى ما زلنا نحن نصل إلى مستويات قياسية، وربما سوف تستمر هذه الارتفاعات، فكل هذه العوامل
سوف تؤدي طبعا إلى شهية أخذ المخاطر وارتفاعات أسواق الأسهم. لكن لو حدث أي تقليص لبرنامج الشراء الأصول المتوقع أنه يكون في ديسمبر، إذا كانت طبعا تمت مراقبة بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية وغيرها من البيانات الأخرى، سوف تؤثر على أسواق الأسهم. لكن في الوقت الحالي كل المحفزات وسياسة البنوك التحفيزية المستمرة هي داعمة لارتفاعات أسواق الأسهم، وعم نشهد جميع أسواق الأسهم عم تحقق ارتفاعات، وخاصة أسواق مؤشرات الأسهم الأمريكية اسمها الاس ان بي 500 لمؤشر الداو جونز الصناعي عم يحقق ارتفاعات ومستويات قياسية وتاريخية. طيب لينا قنوع محللة أسواق المال في مجموعة إيكوتي من دبي، شكرا جزيلا على هذا الكم من المعلومات، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.